السلام عليكم معشر الرحل، يا معشر المسافرين. هذا فيديو جديد اللي هو عبارة عن تراجي، اللي هي ماشي كاينه تراجيات البوكسين، تراجيات اللي غادي تستافد منهم وغادي تدي فيهم تجارب اللي صراحة زوينة بزاف. هاد التراجي هذا ديرو بوحدك مع اصحابك مع والديك اللي بغيتي يرضى، ديرو مع اي واحد كيعاني من البرودة او حجر في الكلاوي. انا غادي نوريك البلايص اللي غادي تدي لهم هاد الناس، وانا على يقين انهم غادي يتشافوا وغادي يشكروك. غير هو هاد الفيديو هذا بارطاجيه مع الناس اللي عزاز عليك، وبارطاجيه مع الناس اللي صراحة كيخصهم هاد التراجي هذا. بقى معايا. نبداو التراجي ديال الجنوب الشرقي اللي غادي نبداوه من الرشيديه. مدينه الرشيديه ديال اللي بلاصه اللي معروفه. كنتي موتوريزي مزيان، ما كنتيش موتوريزي، انا غادي نمشي معاك دقه دقه حتى توصل على خاطرك وتدير التراجي في احسن وجه ولا احسن حال. كتخرج من المحطه ديال الرشيديه كتلقى الطوبيس ديال رقم 2 اللي غادي يديك حتى العين مسكي. عين مسكي غادي يديك ب5 دراهم، كاين واحد 12 كيلومتر تقريبا بين الرشيديه وعين مسكي. عين مسكي هذه واحد البلاصه اللي فيها مسبح كامبينغ، فيها واحه، فيها حتى واحد القصر اللي متاكل، واحد صراحه واحد المنظر، واحد البلاصه اللي غادي ترتاح فيها وغادي ترولك فيها مزيان. بعد ما كدوز الايامات اللي مقرر انت تدوزها في هذيك عين مسكي، في هذيك البلاصه اللي زوينه بزاف، كتخرج الشانطي كاينين الطاكسيات اللي غادي يدوك لارفود، او كنتي موتوريزي راك ما غاديش تلقى مشكل. كاين طاكسيات اللي غادي يدوك ارفود، او لقيت شي اوتو ستوب راك مزيان ارفود. بعد ما كتوصل لارفود كتقلب على المحطه ديال الطاكسيات ديالها اللي كاينه اللي غادي يدوك للريصاني، ما عرفت تقريبا شي 10 دراهم تقريبا باش كيدو للريصاني، ولا ما عرفت 15 دراهم. بعد ما كتوصل للريصاني هذه المدينه اللي مشهوره بزاف بواحد الاكله شهيره عندهم اللي زوينه بزاف، اللي هي المدفونه تقريبا كدير 70 درهم. وكاين فين طونطي تما، انا عايش واحد بين قوسين كنتي دي معاك لا طونط وباغي طونطي، راه ما غاديش تلقى ادنى مشكل. فين ما حطيتي لا طونط ديالك عفوا، راه الناس مضيافين والناس ديال الجود والكرم، ما غاديش تلقى معاهم ادنى مشكل. كنتي دي معاك الوالدين ديالك، راه اوطيل تما رخاص، راه 70 درهم 60 درهم راه اوطيل مزيان. بعد ما كدوز النهار ديالك في الريصاني كتبات تما، الغد ليه كتشد الطريق المرزوقه. مرزوقة واحد النصيحة لكم، ما يزربوش عليكم دوك الشناقل تما، دوك الشناقل اللي كيديك ويجيبك على باش يديلك رزقك، ديتي والديك معاك او ديتي الزوجة ديالك، من الاحسن تريزيرفي قبل، ريزيرفي قبل في البوكينغ، ريزيرفي روطيل باش تجي ما تلقاش ادنى مشكل. كنتي دي معاك لاطون ديالك وباغي طونطي، راه غادي تمشي لدوك الكجبه الرمليه وشوف شي شجره طونطي حداها، وانا على يقين انك غادي تدوز احسن اللحظات ديال حياتك، وخصوصا فاش يقرب الغروب وتطلع الصومي وحبه دالو وتشوف الناس تمايا، الناس كبار حيت كيكونوا مغاربه وكبار تمايا كيبغيو يطلعوا الصومي، حبه دالو طلع معاك شي جوج ولا ثلاثه تدي فيهم الخير، وانا على يقين انك غادي تستمتع بواحد اللحظه ديال الغروب اللي ما عمرك شفتيها في حياتك، واحد اللحظه ديال الغروب اللي زوينه بزاف. وما تنساش راسك تما هبط، دي معاك بيل حيت كيطيح الظلام في الصومي، دي معاك قرعه ديال الماء، دي معاك تقاوتات باش ما تعياش ولا يجيك الجوع تكون كتاكل. بعد ما كدوز اياماتك في مرزوقه اللي صراحه انا على يقين انك ما تسخاش بهاد البلاصه هادي، ما تسخاش بهاد المدينه هادي، اترجع للرشيديه. كاين ترونسبور موجود تما اللي غادي يديك حتى الرشيديه. انا صراحه رجعت في اوتوستوب، انا لقيت اوتوستوب ورجعت فيه من الريصاني حتى للرشيديه. واحد السيد الله يذكره بالخير، كنوجه ليه تحيه من هذا المنبر هذا. وصلنا حتى الرشيديه. من بعد الرشيديه غادي تشد كار اللي كيكون على راس كل ساعتين تقريبا، على راس كل ساعتين غادي تشدوا الحامات مولاي علي الشريف ب 30 درهم او 25 درهم. هاد الحامات هادو اللي صراحه واعرين بزاف، تفرجوا في هاد السيد هذا غادي يفهمكم اكثر. اللي كيعاني من المشكل ديال الظهر الله يجازيكم بخير، اللي تفرج في هاد الفيديو يبارطاجيه، ربما الناس كاين اللي ما عارفش هاد البلاصه هادي. هاد البلاصه هادي كاينه بين كتجي بين الرشيديه والريش، يعني كتبقى 23 كيلومتر للريش،
هاد البلاصه هادي كما كتشوفون هاد البلاصه سميتها الحمات ديال مولاي علي الشريف. الله يجازيكم بخير. اللي كيعاني من السياتيك اللي كيعاني من الكلاوي عنده الحجر في الكلاوي، راه اقسم لكم بالله العظيم الا بتجربه. الظهر اللي كيعاني من المفاصل اقسم لكم بالله الى صحيه 100%، لا طبيب لا دواء، وداع الدواء وداع الطبيب. هنا فابور هانتوما كتشوفوا، كتبان لكم هي صغيره ولكن الفوائد ديالها سبحان الله العظيم عجيبه. اقسم لكم بالله العظيم اللي زار هذه البلاصه هذه غادي يرحب بيا الوالدين. بزاف الناس كيجيو، بزاف الناس دازوا هنا، ولكن حتى واحد ما لحد الان ما لقيتش على شي واحد لونسا فيديو ولا هذا ولا على هذا الشيء هذا. مي انا درت هذه البادره هذه، فاللي بغى يجي هنا ويشوف ويجرب راه ما يبقاش يعاني من المفاصل والمشاكل ديال الظهر. حمة مولاي علي الشريف اللي صراحه كيداو فيها بزاف ديال الناس اللي كيعانيو من البروده او من الحجر في الكلاوي. فيها واحد الماء اللي كربوني سبحان الله خارج من 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 الارض، خارج من الارض. القانون تما كيقول لك ساعه ديال العيالات ساعه ديال الرجال، وانا كنحب حبذا لو تمشي بالليل كتلقاها خاوي، ما كتلقى فيها اللي زاحمك وما كتلقاش فيها التبرديط. كاين ديال 10 دراهم، كاين ديال 10 دراهم بالمقابل، كاينين الحمات بالمقابل احدى، وكاينين حتى تما الديوره ديال الكرا الا كنتي داي معاك والديك او الزوجه ديالك او عائلتك. كاينين الديوره ديال الكرا اللي كيتراوح 50 150 درهم حتى 50 درهم. الناس اللي كيعانيو من البروده ما غاديش يبقاو يعانيو منها، اللي صراحه فيها شفاء وفيها الدواء بزاف ديال الامراض. من بعد تما كتمشي لمولاي عين مولاي هاشم. هاد البلاصه هادي فيها واحد المنابع ديال الماء اللي كيقول لك كتفرتت الحجر اللي في الكلاوي. صراحه بلاصه زوينه، هي فيها واحد المسبح حداه. دوز الايام ديالك تمايا، حتى تما كاين فين التكرا، كاين فين بزاف ديال الحوايج. هاد العين مولاي هاشم كاينه على الطريق، راه ما غادي تلف ما والو، تبقى غادي راه غادي يبانوا لك الناس مجموعين عليها. صراحه الطراجي هذا زوين بزاف، الطراجي هذا فيه الدواء، فيه استمتاع، فيه متعه، فيه تجارب جديده. ما غاديش ندم عفوا. حبذا لو تبارطاجيه مع اصحابك، خوتك، والديك. انا على يقين انك تدوز واحد التجربه اللي زوينه بزاف. وكاين لا ننسى سبسكرايب للتشجيع والتحفيز وتعليق اي سؤال او اي تراجي بغيتي تستفسر عليه، انا غادي ندير ليه فيديو خصيصا عليه. وشكرا لكم ووداعا.